السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم هذا الشامبو، راح نتكلم لكم عليه، اللي هو فلوكس. كما تلاحظوا في الصوره الاسم تاعو واضح جدا. وبالنسبه لي اول مره تزوروا قناتي، ان شاء الله تشتركوا في القناه اذا عجبتكم، تخليوا لي تعليق جميل وتخليوا لي لايكات باش تطلع القناه شوي. كما راكم تشوفوا فيها عندها سنوات وهي ضعيفه ضعيفه، ما تطلعش نهائيا. المهم انا حبيت نعطيكم رايي في هذا الشامبو، ونختصر عليكم اللي ما جربش هذا الشامبو، نختصر عليكم اذا لقيتوه تقدروا تشريوه، والله ما تشريوهش. نتشرف بزيارتكم بزاف، قلت لكم اللي اول مره يزوروا قناتي، والله اللي ديما يزوروا قناتي لي عظيم الشرف زيارتكم، نفرح بزاف تعاليقكم، وشكرا لكم يا اوفياء قناه تاج جتاج. قلت لكم نرجعوا للشامبو، هذا فلوكس، راح نمد لكم رايي فيه. انا صراحه انا ما جربتوش، انا جربوه افراد العائله، وبعد ما جربوه ومدوا رايهم فيه عجبهم بزاف هذا النوع وقعدوا يشكروا فيه. قلت علاش لا انا نزرب نحط عليه فيديو قبل لا يخلصوا هذه القرعات، وما نقدرش وين رايحه نزيد، خاصه يعني ممكن تلقي قرعه ما تلقايش الثانيه يعني. وكاينين قاروره واحده اخرى لكن انا ما حطيتهاش، حطيت غير هادو زوج. كما تلاحظوا هذه بالتين وهذا بالافوكا، اللي بالتين خاص به الشعر المصبوغ، اما بالافوكا مستخلص الافوكا خاص بالشعر التالف والمتقصف، هو يعمل على تقويه بنيه الشعر. هو منتوج جزائري، وراح نقول لكم يعني ما تحقروش المنتجات تاعنا، عندنا منتجات بزاف وهما ملاح، وباش ما تخافوش يعني كاين اللي جربوهم كي تشوفوا الفيديوهات هكا تقدروا تشريوهم يعني. صح كي تشوفيهم هكا تقولي ما نريسكيش نشريهم، وتاع 10000 وزعما حاجه كي تكون رخيصه هي زعما ما تساعدش وتخافي تضرك، ومنك تلقاها رخيصه. مي هاني قلت لكم عليه، هو نجربينه وعجبهم بزاف هذا الشامبو. انا حاليا نستعمل بانتون على هذه، ما رانيش نستعمل في هذا النوع، وبانتون حطيت لكم فيديو عليه وشكرته، قلت لكم هاي راه ساعدني حاليا راني غير به، لاني انا مرات عديده ان نغير الشامبو يعني مره على مره نغير هكا، وحاليا راه عجبني هذا كابنت انا حاليا راني به. وقلت لكم هذا الشامبو جربوه وعجبهم بزاف وراه هايل، تقدروا تشريوه، السعر نتاعو 10000 راه باطل باطل. قلت لكم هو منتوج جزائري. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، غير حبيت نعطيكم رايي في هذا الشامبو. ما تخافوش منه، تقدروا تشريوه وتجربوه. بالنسبة اللي تكون عندها شعرها مصبوغ، طبيعة الحال لازم تقراي القارورات كي تجي تخيري، ولا تجي راح تشري، ماشي تهزي برك وتشري وتقولي هذا النوع مليح فلوكس مليح، لا شوفي هذا النوع، هذا النوع يعني للشعر المصبوغ او للشعر الجاف، يعني تقراي في القرعة كاتبين وتشري طول، ما عفوا يعني ما تشريش طول يعني ما تشريش طول، لازم تقراي وتشريه. النوع اللي يعني محتاجوش هاك. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، غير حبيت ننصحكم بهذا فلوكس. وراح نقولكم كاين صابون فلوكس ثاني روعة، يرطب اليدين بزاف، وانا حاليا نستعمل صابون فلوكس، يرطب اليدين بزاف بزاف بزاف، ساعدني. ما كنتش انا ما استعملتش فلوكس من قبل، انا ما استعملتش هذا الشامبو، قلت لكم ما استعملتوش، لكن استعملت الصابون تاعو، الصابون تاعو هايل بزاف ويرطب اليدين. ممكن اذا زدت شريت منه راح نحط لكم فيديو عليه. فلوكس ثاني هايل بزاف لترطيب اليدين، وجربته حسيته ينعم اليدين بزاف. المهم نحضر لكم اليوم على الشامبو، هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ووفرت عليكم باش ما تخموش اسكو تشري ولا ما تشري، ان شاء الله تخافوا منه راه مليح، قلت لكم مجربينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله، والى الملتقى والسلام.